انا اتكلم عن بشكل عام يا هيثم. الهندسه غير عن التوزيع تماما. لا لا بس بشكل عام الهندسه الصوتيه بشكل عام التسجيل والميكس اصلا ما يكون موزع حتى يكون عنده مبادئ التسويق. ابو يوسف بس بالله بس ايش فرق بين الهندسه والتوزيع؟ هلا سامحني على التوزيع المؤثرات اللي تكون تحت والآهات والامور هذه على التوزيع لقاعات والامور هذه. الهندسه اللي هي التسجيل بعد ما تخلص صف صوت المنشد تحت له صدى ريفير توزيع اكيد وترى حتى الهندسه فيها فن 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 يا بابا. الشيء اللي ما تعرفوه الشيء اللي ما تعرفوه عن جمعان مدرب معتمد دوليا. وشو مدرب معتمد دوليا بايش عنده 100 دوره ما شاء الله معتمد ايه مدرب ايش مدرب معتمد دوليا مدرب التنميه البشريه ما شاء الله في الجرافولوجي تحليل الشخصيات جمعان سعد عندك دوره مدرب معتمد دوليا دورات والله انك متوظف دورات علم نفس وكذا يعني البرمجه التنميه البشريه بشكل عام برمجه دوره. طيب يبغى له ياخذ السباقه ما تقدر انت لحالك. والله اليوم صدمني بالمعلومه هذه صح مو ترى ممكن يعني يقرا الشخصيه يقرا الشخصيه يا احمد طب شخصنا يلا وتحلل الجرافولوجي المستويات تحللنا يا حمود حمود السميري طب حللنا يا شيخ الله يحللكم شباب توقيع توقيع يا عيال نوحد ايوه حللني طيب صدق والله حللني على الهواء الله يحللك خفيف دم وحبيب اكتب لك انا قلت كتبت الواحد يعني قال اكتب لي كتابه ارسل الساعه 2 في الليل قال ارسل عشان احللك انا اذكرني مكلم بس ناس انه يا ولد رسالة اخر الليل وقدني على الفراش حلني قلت اخو الرجال يحتضر واكتب له كتابه ويرسلها لي بعد 3 ايام يا اخي ما ادري هل هو صدق العقل يوافق كلام يكتبه هو لا لا هي شغله تعتمد على الاعصاب الاعصاب مرتبط بالمخ ايوه احيانا المخ فهمت علي له اثر على العصب ها اللي ما يدك تكتب عن طريق فهمت علي اصبع فيه فهمت علي فتوصل احيانا فهمت علي يعني اقدر اقول والله انت انسان مثلا عندك عنف انسان والله يطلع السلامه لا انت انسان كريم لا هو عن انسان يطلع السلامه والله انت انسان تخطط المستقبل طيب حل لنا حل لنا ها تكتبه وش طيب اسمع انا قال اكتب لي بيتين من قصيده يقول الكتابه تختلف قال اكتب لا ها فهمت علي قال اكتب لي بيتين ووقع تحتها لا مو قضيه بيتين هي الشغله لما اسالك قلم قلم الحين لما اقول لك تكتب ما لازم تكتب شيء انا املك عليه مثلا تكتب موضوع عاطفي ايه العاطفي يطلع المشاعر فهمت علي بالاعصاب وفهمت علي طيب وش اكتب لك اي شيء لا انا مثلا بقول لك تعال سعد يلا جيب ورقه ايفور ما هي مخططه طبعا حتى ميلان له دلالات واللي يتبع له دلالات وبدايه الخط بعضهم يخلص ها وباقي في مسافه الورقه ما يكمل الصف وبعضهم لا يكعبها كلها هذه لها دلالات عجيب ايه اجل لازم تحللنا يوم من الايام والله كلامك مقنع صراحه طيب ايش رايك بنكتب حنا وبنعطيك اياه في الليل وبعد يوم انت تعطينا تحليلنا ان شاء الله اللي اللي تكتشف انه مريض نفسي لا ترد عليه بعضها يعني ممكن يعطيك بشكل عام لانه بعضها بيني وبينك توصل لمرحله اني اعرف عندك اصابه في الجنب ايه عجيب ايه ما هي بسحر ذي لا بس يستانس بها فهمت علي يستانس بها ما هي بكلام منزل صح اي ممكن يستانس بها انا من الناس يعني بعضهم يقول والله انت يا طويل السلامه بعضهم وصل مرحله يقول بعض المدربين يقول والله المراه مثلا عند في بطنها والله ولد ولا بنت جمعان لا تقطعك حبيبي بصراحة عندنا 2 مدربين زياد وجمعان بدل ما نجيب من برا جيبوا مدرب بعد ايوه جيبوا لنا زياد يوم يدربنا وجمعان مرة يوم يدربنا وخلونا نجيب الدكتور يلا شباب يلا واللي جوعان وش نقول له يبه في فطاير يلا يا عيال ايه يلا يلا يا يلا مهدي يلا 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 يا عيال يا عبودي زياد يلا انت تحلل ما شاء الله خالد سامو سامو ايه والله ايه والله خالد ابعد قلبي سامو يلا وجمعان بعد يلا يلا اخوي الا كله لا استحيل من الضيفان رجال الرقيز معه ان شاء الله ايه والله بلقى يلا حبشي يا بابا اسامه 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 يلا يلا يا عيال اخوينا يا اخوي خلينا نستقبل الدكاتره هلا هلا بالقمر هلا بالقمر يا دين البسمة يا رب يسعدك ان شاء الله ملك نشوف البسمة ونتعلم ما شاء الله تبارك الله الله يزينك ان شاء الله هلا 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 والله قول احب الاسماء اليك انت دام تذكر محمد ما شاء الله الله يبارك عمرك الله يخليك يا رب يحفظك هلا 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 بالوجهة طيبة هلا والله هلا 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 هل
هلا 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 يا مرحبا هلا بالفاكهه قدوش مو بدبوش قدوش بالباء الله يسلمك قدوش هلا 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 قدوش هلا والله الاسم الوحيد اللي في راسي اجل صاحب قدوش الدبوش الله يبارك فيك هذا هو الاتصال وقع القلب واغلى الحبايب شوف زجتش في الجهر والله شوف ما تقدر تشبي الجهر يا حبيبي يلا حيوك مرحبا يا اهلا يا اهلا وسهلا والله ما يكلمنا واحد مرحبا مليان والله يا مرحبا شو اخبارك يبارك عمرك خليك يا اهلا وسهلا مرحبا قلت له كل يا دوا خفاق من كل علا ما حال حق ما يا ابو ان شاء الله تبارك عمرك يا هلا سعاد يلا حيهم سلمنا سلمنا ملايين صوت منور استهلت ومطر شرفتنا الله يسعدك وليتك معنا في من اول برنامج لاخر برنامج الله يطول عمرك خليك نفس المجموعات نفس على كيفكم على كيفكم نفس المجموعات يعني يلا على كيفكم يلا على كيفكم خلينا نوزعهم نفسهم الجديد توزيع جديد عادي سلام سلام بغطي الحلوس احنا ما عندك يلا شباب يلا حلوين شباب سب لي سب لي روح سب لي روح سب لي روح سب لي روح بس بدم وضمير تكفى سب هنا تفضل دامك صبيت لهم الله ينقهويك ووجهك زود 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 عشان ما يوضح سكر سكر جمعان جمعان قشر يا جماعه قشر ولعيونك تبارك ابغى الشاي تكفى والله انت اشرب من ذا قشر ابشر بعزه انا اشرب بالعافيه حط شطه عليك نوحد الموجه يا شباب قشر يا دكتور قشر شاي شاي قشر قشر امسك ها لا مو بدا نسمع هشام رجال نوحد الموجه يا شباب نسمع هشام طيب يكون من دا نرحب بالاستاذ عادل والاستاذ عبد الله في اليوم الثاني من دوره الاتصال الفعال وان شاء الله تكون تتمه لدوره جميله صراحة الدورة استفدنا منها شيء كثير أمس وجات أسئلة عليها أمس في الشسف في السعي إيه مسابقة السعي يعني صراحة فقرة مذكرات اليوم هذه تساعدنا في التذكر في الأشياء اللي أخذناها في الدورة وهذا شيء يعني حقيقة نسمي. جمال الدورة كان بوجودك الله يرضى عليك جمال الدورة هذه بالفعل كان هو وجودك الله يكرمك والله تذكر حلو طيب ابغى اشيد بابتسامتك صراحه هلا والله ابتسامه جميله الله يرضى يسعدك تعلم الابتسامه الحلوه اللي من جد ما شاء الله طول المايك معك اذكر في اليابان مدام السالفه